بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أجلها نعمة الإسلام الذي من جملته فريضة الصيام، صلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل من صلى وصام وتهجد في الليل واستقام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، اشكروا الله تعالى إذ بلغكم شهر رمضان ومكنكم فيه من الصيام والقيام، فإنه موسم عظيم لفعل الخيرات وتكفير السيئات، فاعرفوا قدره وعظموا أمره وتزودوا فيه لأنفسكم من صالح الأعمال. فصوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وقد فرضه الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيجب على المسلم البالغ العاقل الذي لا عذر له يمنعه من الصيام أن يصوم هذا الشهر إذا أدركه وهو صحيح مقيم، وإن أدركه وهو مريض لا يستطيع الصيام، أو يشق عليه، أو يضاعف عليه المرض، أو يسبب تأخير برئه، أو أدركه الشهر وهو مسافر سفرا يبلغ مسافة القصر وهو سفر مباح، فإن الله رخص للمريض والمسافر اللذين وصفنا حالهما أن يفطرا بنية أن يصوما قضاء إذا زال عذرهما. وكذا من أدركه الشهر وهو كبير هرم لا يستطيع الصيام، أو مريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصيام وليس هناك وقت يرجى فيه زوال مرضه فيه، فإن هذين لا صوم عليهما، وإنما يجب عليهما بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد. أيها المسلمون، والصوم هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن بداية الصيام تكون بطلوع الفجر الثاني، وأن نهايته تكون بغروب الشمس. واعلموا أن الصيام يبطل بالأكل أو الشرب متعمدا، لأن الله منع منهما الصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فلا يبطل صومه، لحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي حكم الأكل والشرب في إبطال الصيام ما في حكمهما من تناول الدواء وحقن الإبر للعلاج إذا كانت مغذية، أو كانت غير مغذية وتناولها عن طريق الوريد. أما الإبر غير المغذية والتي تؤخذ عن طريق العضل فقد رخص بعض العلماء فيها للصائم، والاحتياط تأخيرها إلى الليل. ولا يجوز للصائم التقطير في العين أو الأنف أو الأذن، لأن هذه منافذ إلى الجوف، وإذا وجد الصائم طعم القطرة في حلقه أفطر، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم. وكذا لا يجوز للصائم استعمال البخاخ في الأنف أو الحلق أو الأذن، لأن فيه مادة دوائية تدخل إلى الجوف، فإذا كان يستطيع تأخير استعمال البخاخ إلى الليل وجب عليه ذلك، ولا يجوز له استعماله في النهار. وإن كان لا يستطيع تأخيره إلى الليل استعمله وقضى ذلك اليوم،
لأنه في هذه الحالة يعتبر مريضا، والله قد رخص للمريض أن يفطر ويقضي. ومن مبطلات الصوم التقيؤ عمدا، وهو الاستفراغ عن طريق الفم متعمدا، أما إن غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإن صومه لا يفسد بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء أي استدعى القيء وتسبب في خروجه فليقضي، رواه الخمسة إلا النسائي. ومن مبطلات الصوم الحجامة، وهي شرط ظاهر الجلد قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق. والدليل على أن الحجامة تفسد الصوم قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه. ومثل الحجامة سحب الدم من الصائم إذا كان كثيرا، سواء كان سحبه للتبرع به أو لإسعاف مريض أو غير ذلك. أما من خرج منه دم بغير اختياره، كما لو انجرح أو خلع ضرسا وخرج منه دم أو أصابه رعاف، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، لأن خروج الدم في هذه الأحوال بغير اختياره. وكذا إخراج الدم اليسير للتحليل عند الحاجة لا يؤثر على الصيام. ومن مبطلات الصوم الجماع في نهار رمضان، لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فدلت الآية الكريمة على أن الصيام المأمور به ترك الوطئ والأكل والشرب ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا وجد الوطء في النهار لم يكن صائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. وقد أجمع العلماء على بطلان الصوم بالجماع، فمن جامع في نهار رمضان وهو صائم بطل صومه، ووجب عليه أولا التوبة إلى الله تعالى، ثانيا يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ثالثا تجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أيها المسلمون، يجب على الصائم أن يحافظ على صيامه، فيبتعد عن دواعي الجماع كالنظر إلى امرأته بشهوة، أو لمسها بشهوة، أو تقبيلها بشهوة، وكل ما يدعوه للجماع، حفاظا على صيامه وابتعادا عن وسائل الشر ودواعيه. وقد جعل الله الليل فرصة للمسلم مع أهله، وأباح له فيه الاستمتاع بهم، فلم يضيق عليه، وله الحمد والمنة. واعلموا أيها المسلمون أنه كما يجب على الصائم اجتناب المفطرات الحسية، فإنه يجب عليه اجتناب المفطرات المعنوية التي تبطل ثواب صيامه أو تنقصه، كالغيبة والنميمة وقول الزور والشتم والسب والنظر إلى ما حرم الله من النساء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله يعني ضاربه فليقل إني صائم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. فليس الصيام يا عباد الله ترك الطعام والشراب والجماع فقط، ولكنه مع ذلك ترك كل ما حرم الله من الأقوال والأفعال،
فقد يترك الإنسان المفطرات الظاهرة من الطعام والشراب ونحوهما، ولكنه لا يترك المفطرات الباطنة من الغيبة والنميمة وقول الزور والنظر المحرم والسماع المحرم، فلا يكون له أجر في صيامه، وإنما تكلف الجوع والعطش بدون فائدة. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاتقوا الله أيها المسلمون في صيامكم، وحافظوا عليه من المفسدات والمنقصات والمبطلات، حتى يكون صوما صحيحا نافعا عند الله. جعلنا الله وإياكم من الصائمين المخلصين، وتقبل منا ومنكم وعفى عنا وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.